اسمعوني بقلوبكم يا محترمون، استغفر الله لا اله الا الله، يا محترمون، يا رجال، يا نساء الذين في الخارج، ايها المتحدث، من ينقل هذا الكلام، من يصور، اسمعوني بقلوبكم، تكلم بقلبك ايها المتحدث، اطلب من الله الصدق، اطلب من الله الصدق، اللهم ارزقنا الصدق معك، اللهم ارزقنا الصدق معك، اللهم اجعل الكلام يخرج من القلب ويصل الى القلب، اللهم اجعل حجاما لنا عن النار، اللهم اجعله ضياء لنا في قبورنا، اللهم اجعله سببا لدخولنا الفردوس بعد رحمتك، قلوا امين، اللهم اجعله سببا للنعيم الباقي في جنات الخلود يا احبه. الله يسترنا سبحانه، كما ذنوبنا بالخلوات كثير كثير، ذنوب ذنوب في الخلوات كثير، لم يفضحنا، هل فضحنا الله؟ هل فضحنا؟ لا. قال ابن القيم: الله يسترنا، الله قبل نادينا يسترنا. قال ابن القيم: الله يسترنا ثم ينادينا ثم يغفر لنا ثم يحبنا ثم يبدل ذنوبنا إلى حسنات. ما أكرمك يا الله سبحانك، ما أكرمك يا الله كريم سبحانك، كريم كريم، بس هل قدرنا هذا الكرم؟ هل قدرنا هذه الرحمة؟ سبحانه ينادينا، هو غني، ايش يبي منا؟ ايش يبي منا؟ ما يبي منا شيء، لا يريد مصلحة، استغفر الله لا اله الا الله، ما يريد منا مصلحة، الامر المصلحة الاولى لنا والشيء لنا، ومع ذلك ينادينا باسلوب تلطف ويسترنا قبل ان ينادينا، ويغفر لنا الذنوب ويحبنا. يحبك لما تتوب، يحبني لما أتوب، ويحبك أيتها الأخت لما تتوبين، ويحب أي واحد يسمعني الآن في الخارج أو يناظرني في القناة، يحبنا الله إذا تبنا. يا الله نذنب وتسترنا سبحانك، وتنادينا سبحانك، وتحبنا سبحانك. لما قال الله: والله يريد أن يتوب عليكم، إيش معنى يريد هنا؟ يحب. والله يريد أن يتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا